صورة ياسين من أفضل الصور اللي لازم ولا بد على أي شخص إنه يداوم على قراءتها على الأقل مرة في الشهر، بنية تنظيف الجسد من العوارض الروحانية. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العوارض الروحانية طبعا معرض ليها أي شخص، ملتزم كان أو عاصي، والعاصي أسهل بكتير لأن طبعا العوارض بتقدر تتمكن منه بسهولة. فنصيحة لأي شخص دايما بحس بإرهاق مستمر أو قلق في نومه، فزع وكوابيس ملهاش أي تفسير، وقف حال من أي نوع، علاج كل المشاكل دي في قراءة سورة ياسين بالطريقة اللي هشرحها لحضرتك. هتحس وهتشعر بفرق كبير جدا جدا. من المعروف إن المداومة على قراءة سورة ياسين يوميا بيحصل لك وبيجي لك منها مدد روحاني وصحبة طيبة، وهكلمك عن الصحبة الطيبة دي من الصورة الشريفة في فيديو تاني بإذن الله لو لينا عمر. لكن في الفيديو ده هكلمك عن فوائد الصورة الشريفة في تنظيف الجسد من العوارض اللي بيكون ليها تأثير سلبي على صحتك وعلى حياتك بشكل عام. قراءتها بيكون على كوب مياه صغير مرة واحدة، لكن عندما تصل إلى قوله مبين، كل ما تصل إلى قوله مبين هتكرره 41 مرة وتكمل الصورة حتى تصل إلى غيره، وفي النهاية تشرب كوب المياه بالكامل. الجلسة دي تكررها بالنية، والنية مطلوبة جدا، تكررها مرة واحدة كل شهر. يعني لازم تحضر نيتك، وتكون نيتك طبعا وهي تنظيف الجسد من أي عوارض مضرة ليه. هتكررها مرة واحدة فقط في الشهر، وصدقني هتشعر بفرق كبير جدا من أول جلسة. هتمسك كوب المياه بإيدك الشمال والمصحف بإيدك اليمين، وتحاول إنك تقرب أنفاسك من الكوب أثناء القراءة، وممكن تقوم بيها لابنك أو بنتك اللي دايما أوصافهم بتتغير. ياريت ما تستهنش بالفايدة دي وتحافظ عليها، وانت بنفسك أما هتجربها أول مرة هتشعر بتأثيرها معاك. مش بس كده، في نفس اليوم اللي هتقوم فيه بالفايدة هتشوف رؤية على إنك بتصارع شخص غير مألوف ليك، أو إنك بتقتل تعبان أو ما يشبه ذلك. الفايدة دي يا جماعة ياريت تحافظ عليها، لأنها والله من الفوائد الجميلة جدا في تنظيف الجسد. هتقرأ فقط سورة ياسين مرة واحدة، ولكن عندما تصل إلى قوله مبين هتكرر 41 مرة، وهكذا هتكمل الصورة حتى تصل إلى غيره. لو عندك أي استفسار اكتبه لي في تعليق، وأنا بإذن الله هجاوبك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.